عمرها وضوي قمرها. امبارح قمرنا كان في خسوف، ولكن ان شاء الله دائما بضل في نور في هذا البلد الطيب، وينور قلوب اهل البلد ايضا لكل خير كل محبه ان شاء الله كل انجاز. لا زلنا معكم بالاستوديو، ولا زالت فقراتنا مستمره حتى الساعه 11 وعلى الهواء مباشره. بتول دعيس كمان بعدها معنا، وعم بتنقي هيك شخصيات من اللي عم نستضيفهم حتى ترسمهم. بتول صباح الخير مره ثانيه. صباح النور، اهلا بتول. أنا بس بدي أسألك موضوع الكاريكاتير، كيف تعلمتي؟ هل هي هواية ولا في حدا خبير أو مدرسة معينة لجأتي لها وعلمتك موضوع فن الكاريكاتير؟ هلا بصراحة الكاريكاتير هي ممارسة بالنسبة لي، يعني هواية حبا هواية. مني أنا تعلمتها وظلتني أمارسها. بتعرفي يعني الواحد لما يحب الإشي ويمارسه ويضل يمارسه بتطور أول بأول، صح. فهي هاي يعني انه في شيء معين على الانترنت مثلا بيساعد عاده اللي حابب يعني بتقدري انه تفتحي على اليوتيوب، تفتحي على اي يعني في مواقع معينه، تتابعي اشخاص رسامين كاريكاتير، تتعرفي على اساليب مختلفه لحتى تجمعي هيك افكار وتكسبي يعني انه يصير عندك الاسلوب الخاص فيكي. رائعه رائعه. ان شاء الله بنشوف اسمك من اهم فنانات الكاريكاتير بالاردن ان شاء الله. حابه تشتغلي بالمجال الصحفي نور بتول؟ لانه نور انا ضيفتي كمان شوي. هلا لو تعرفي اني انا بدرس صيدله. فانه بصراحه يعني هي انا يعني الرسم جاي متزامن مع الصيدله، وكثير حابه اني مثلا ادمج الصيدله بالرسم، بحيث انه بتعرفي الصيدله يعني علم جدا معقد، صح. فانه لما اجي انا ابسطه برسم كاريكاتيري سهل للطلاب انهم يستوعبوا تقريبا ميكانيزم في اكشن لاي دواء ممكن انه يصير. برافو. اذا عم تستثمري الرسم بموضوع العلم اللي هو الصيدله. يعني هاي ان شاء الله هاي اكثر خطه. طيب بتول، نور فخوري ضيفتنا، وانت بجوز ترسميها يعني كمان شوي نشوف هيك رسمه لنور. نور مدربه حياه. صباح الخير يا نور، واهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا. لما بنسمع مدرب حياه هيك بننبسط، بنحس انه احنا بامان، بنحس انه احنا مبسوطين لانه في حدا ايجابي قدامنا، في حدا رح يعلمنا شويه اشياء حتى نصير اكثر ايجابيه، حتى نصير اكثر نجاحا. وهذا المصطلح جديد، يعني احنا مش كثير كنا نسمع زمان عن مدرب حياه. صحيح. اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الفل. اهلا فيكي نور. اذا فخوري انت مدربه حياه. لما بنقول مدرب حياه شو بنعني بهذا الموضوع؟ شو معناه؟ هلا شوفي، مدرب الحياه هو عباره عن شخص عنده تولز وادوات مينلي لغويه. هاي التولز والادوات بتعمل على ترانسفورميشن، تحويل. يعني لما يجي كلاينت عنا بنحدد ايش هو هلا بالوضع الحالي، ايش المهارات، ايش التحديات اللي حابب يتخطاها، وايش الهدف اللي بده يوصله. رائع. فكل شيء بالنص هو بصير اللايف كوتشنج بروسس. رائع. فهي امباورينج تول بتقوي، يعني انت كمان بدك تعلمي الناس كيف يقدروا يطبقوا هاي التولز على حالهم، مش كمان بس انت تعطيهم اياها، فبياخذوها معهم لحياتهم بتغير كل تفكيرهم. رائع. وهذا طريقة التفكير. بتعرفي بوقتنا المعاصر كل واحد فينا بحاجة انه يلاقي حدا ملهم. ملهم انا بسمي يعني ممكن اني اوصفكم ملهمين للناس بتبس صغار، بادوات زي ما انت قلتي، بطريقة معينة، بفيربل يعني باحرف، بكلمات يغيروا فعلا حياتهم. طيب ممكن يكون في اختلاف بنهجكم بين شخص واخر، يعني بتتعاملوا مع الكل بنفس الطريقة؟ في حدا ممكن يكون حزين كثير، ممكن حدا يكون فرحان، ممكن حدا يكون ايجابي، ممكن حدا يكون سلبي. في اختلاف بطريقتكم في الكوتشنج او في التدريب نور؟ شوفي هلا كل شخص موجود على هالدنيا متفرد بتجربته الداخليه الشخصيه. بالفعل طبعا. متفرد بطموحاته، متفرد بأحلامه، متفرد بطريقة شعوره. يعني نفس الإشي ممكن أنا أحس فيه بطريقة أنت تحسي فيه بطريقة ثانية، فكل واحد تجربته مختلفة، فأكيد بدك تراعي هاي الفروقات. بس هي بصفي الأهم أنك أنت تحددي هذا الشخص بالوقت الحالي وتساعديه، لأنه مرات الشخص نفسه ما بيكون عارف هو هلأ وين بموضوع معين. أيوه. وانس حددتي هو هلأ وين موجود، وحددتي قدرتي تستنبطي منه وين حابب يكون، إيش الهدف اللي بده يحققه، إيش رح يصير لما يحقق هذا الهدف، وبتاخديه بجيرني لتوصلي للهدف اللي بده إياه. طبعا في كتير إشياء ممكن تستخدميها، ممكن تعلميه كيف يستخدم اللغة. فهي أنا الموديل اللي بستخدمه باللايف كوتشنج اللي هو الـ NLP، اللي هي بتتضمن إعادة الهيكل الفكرية.
أوكي. فإحنا بنشتغل على الأفكار البيسك لما ترجع إلى السبب الجذري، ليش مثلا عم بواجه هذا التحدي بس ما عم بقدر يتخطاه. وهي مش بس تحديات باي ذا واي، يعني في ناس كلنا بنمر بالحياة بتحديات، سواء كانت معنوية، مادية، عاطفية، اجتماعية، فراق، موت، كله صعب. في ناس بتخطوها وفي ناس يا حرام قديه بتكون صعبة عليهم، ممكن يعيشوا العمر فيها. طريقة التفكير. فأنت بدك تغيري طريقة التفكير وتوجيهها لإشي تاني. وممكن كمان مش تستخدم بس لتحديات. أنا دائما بحكي إنه مرات خلص عرفنا كيف نتعامل مع هالتحديات قوينا نتطور. ايوه اوكي أيوة. انا هون مثلا بالشغل بنطاق البزنس بقطاعات، فهي بتطبق على اشخاص وقطاعات. انا هون بالبزنس تبعي بس بدي اكون بروفيتبل اكثر، بدي اعمل ارباح اكثر، بدي اكبر البزنس تبعي، بدي اكون ااثر بالناس اكثر، بدي اتعلم كيف اوقف قدام الناس واعمل بابليك سبيتش. سو بيسكلي هي اي شيء بدك تطبقيه وتموديل أوكي. في تولز معينه لك لتقدري معناته لا يستهان ابدا بمدرب الحياه. يعني موضوع مش ترف بوقتنا الحالي، مش ترف، لانه انا اللي بسمعه ما بعرف اذا بتصححيني او بتقولي لي لا حكيك مش صحيح يا زمر. عم بسمع انه في مؤسسات كبرى في العالم تستخدم المدربين الحياه للتعامل مع موظفيها وللتعامل حتى مع الكلاينتس، مع الزبائن. قد ايه هذا صحيح وقد ايه فعلا بينجح مؤسسه او بخليها تتراجع؟ هلا زي ما قلت لك، هو الكوتشنج ما بيكون بدومين معين لحالة معينة. وفي ناس في تخصصات، في ناس مثلا تتخصص بالعلاقات، العلاقات الكابل ثيرابي مثلا، في ناس بتتخصص بالبزنس. فالشركات الكبيرة لما يكون عندها اكزيكتيفز، لما يكون عندها مثلا ناس عن جد هالقد التكنيكال سكيلز تبعتهم قوية، هالقد شاطرين ومبدعين بشغلهم، بس عندهم مثلا مشكلة بالتعامل مع الناس. أيوة. عندهم مشكلة كيف يقدروا تدليجيت انهم يوزعوا المهام على الستاف تبعهم. صحيح. عندهم مشاكل، يعني في اكثر من مشكلة، عندهم مشكلة تنظيم الوقت. عندهم مشكلة عصبية. فهون بيجي البزنس كوتش بيربط كل المواضيع مع بعض وبيساعد طبعا هذا المدير او هذا الموظف ليغير طريقه تفكيره. هلا طريقه تفكيره رح تفيده هو على النطاق الشخصي ورح تفيد الشركه بالنتائج. في زعماء بيعينوا لايف كوتشز ومدربين حياه، سياسيين، سيلبرتيز، مشاهير، ويعني الموضوع صار فعلا متشعب. شوفي ومنتشر. شوفي كيف بتطلع عليها. قولي. هلا احنا بطبيعتنا البشريه انت عندك شيء حابه تشاركي حدا فيه، في طريقه تراديشنال بتروحي لحدا انت واثقه فيه وبتبلشي تفضفضي وتحكي اهلك كذا بالضبط. بس ايش التغيير اللي صار، خصوصا اذا كان عندك تحدي او اذا كان عندك هدف وبدك تحققيه؟ ضلينا نحكي 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 بس ما صار في نقاش، ما صار في اسئله. هلا كمان من مهام اللايف كوتش بيسالك الاسئله الصح، والاسئله بتكون نفسه الشخص ما فكر فيها، فبتساعدك على بتوجهك. أيوة. بتغير لك فكره. انا كيف دائما بحكي كله ببلش بفكره. صحيح. فكره ببالي بتاثر على مشاعري طبعا، هاي المشاعر بتاثر على طريقه تصرفي، بالتالي النتيجه بتكون سواء كانت بوزيتيف او نيجاتيف. فهي ايش الفكره خلينا نحكي الهيكله الفكريه اللي موجوده بالدماغ هي اللي بتاثر على حياتك وبتاثر على بالفعل. كل النتائج بالفعل. اللي انت ما تفكر به، يعني فكر 100%. بطريقه ايجابيه فعاله صح. حياتك رح تكون اكثر ايجابيه وحتكون فعاله اكيد 100%. والله عم بخطر على بالي يا نور بما انك موجوده معنا اليوم، اسالك عن موضوع انتشار مدربين الحياه. هلا يعني اللي ما له شغله بيصير مدرب حياه، هي شو المميزات يعني ان احنا نثق انه والله هذا انا اذا بدي الجا له، اذا بدي الجا لنور رح تكون فعلا هي مدربه الحياه الحقيقيه اللي رح تنقذني في حياتي يعني، ورح توجهني للمكان الصحيح؟ لانه انت شايفه واكيد اللي انتم زيكم مختصين عمال بقولوا من وين لوين، يعني هذا صار مدرب، من وين لوين هاي مدربه حياه؟ شو هي شروط ومعايير مدرب الحياه حتى فعلا نثق فيه ونقول يلا احنا رح نثق فيه ونحط حياتنا تحت ايده؟ شوفي، هي ما بتحطي حياتك تحت ايده. هلا اهم مبدا أنا بتبعه بالكوتشنج إنه كل واحد بده يحمل مسؤولية حياته طبعا، بده to own it.
طبعاً. أي إشي بيصير معك بالحياة أنت مسؤولة عنه. فمدى استفادتك من أي مدرب حياة، من أي تجربة بالحياة ممكن تمر فيها، بيعتمد على المجهود الشخصي اللي أنت بتبذليه. كتير مثلاً بقعد مع ناس ومنمشي بنفس الأبروتش وما بستفيدوا من جوا، هم ما بدهم يتغيروا. فإذا ما أنت كنت محفزة داخلياً وعن جد حابة تتغيري وحابة تتطوري ما رح تفرق. هلأ مدربين الحياة يمكن انتشروا، مثلاً أنا بحكي بالنسبة لإلي تجربتي الخاصة بلشت فيها عشاني أنا. أوكي. عشان أنا بدي أشوف إيش في طرق تفكير جديدة، إيش في يقرأ أكثر، يطلع أكثر على المدربين قبله، تطوري. يعني زي ما قلت لك هي مش بس أنا بدي أتخطى هاي التحديات اللي عم تمرق معي بالحياة، هي كمان بتصفي أنا بدي أتطور. طب العالم عم بتطور، الدنيا عم تتطور. طبعاً. إحنا بعولمة الانفتاح بالسوشيال ميديا. طبعاً. صفة إنك تكوني موجودة وقوية بهذا الوقت لازم تكوني عن جد قوية ومشتغلة على حالك. صحيح. الطرق التراديشنال القديمة ما عم تزبط هلا. ففي تولز بتساعدك لتسهلك، يعني هي زي شورت كات بتوصل الى الهدف اللي بدك اياه بمعاناه اقل. صحيح. وبطريقه تفكير مركزه فوكست. فما بقدر اقول لك، ما بقدر اقول لك هذا مدرب حياه ظابط، هذا مدرب حياه مو ظابط، بس انه اللي بقدر اقول لك اياه انه هم شغالين على تولز. يعني هو في معايير طبعا، مش علم صاروخ، في لانجوج معين بتستخدم، يعني طريقه اسئله، على علم على منهج معين. وانت حكيتي لنا انك عم تشتغلي على منهج معين، والله تاثيره لطيف، يعني تاثيره ايجابي. مرات بنشوف على السوشيال ميديا فيديو لحدا بيحكي كلمتين بغير حياه شخص بشكل كثير مذهل وجميل ورائع. بما انه انت معنا كمان يا نور، اذا في شيء معين حابه تلهم الناس في هذا الصباح، تحكي لهم نصيحة معينة أو شيء معين لحياتهم، لإيجابية حياتهم، ليكونوا فرحانين أكثر، منجزين أكثر، شو ممكن نقول؟ شوفي، بحكي دائما بحكيها، السعادة قرار والنجاح قرار وتطوير الذات قرار. فأنت إذا كان عندك هاي القرار وهاي الدافعية اللي من جوا أنت بتخلقيها لحالك، كل شيء أنت بتخلقيه لحالك. طبعاً. ما تستني حدا يعطيك إشي، كتير مهم هذا. ما تربطي سعادتك بحدا، بشخص أو بإشي يصير معك، بشغل معين أو بمكان، ما زبطت معي هون، أنا موجودة، أنا نور، أنا السكيلز تبعتي موجودة، اللي خلاني أنجح هون بنجح هون. إذا ما نجحت هون الفشل هو جزء من بروسس النجاح. أحلى. ما أطلع عليه كأنه الفشل خلص أوقفه، بالعكس الفشل خبرة. يعني بيعطيكي خبرة وبيقويكي. رائع. فهو قرار. صحيح. فبس بنصح الناس انهم يشتغلوا على حالهم، ياخذوا قرار السعاده، يشوفوا ايش الاشياء الممكن اللي عم بتاثر على تطورهم وتقدمهم، عم بتاثر على سعادتهم، لانه هي الحياه قصيره، يا منعيشها واحنا مرتاحين. صحيح. رح يمر علينا تحديات. طبعاً. مرقنا بكثير ورح نمر باكثر. طبعا هذا جزء من الحياه، هاي طبيعه من الحياه. الحياه مش كلها ورديه ولا كلها اشواك، يعني لا. هي الحياه هذا الخليط ما بين السعاده احيانا و يعني خلينا بدناش نقول الحزن، ولكن قلة السعادة. وزي ما قالت نور، خلينا ناخذ قرار كلنا اليوم انه نكون اسعد، اكثر سعادة ان شاء الله. بتمنى. ان شاء الله حبيبتي. شكرا نور. شكرا لك. بتشوفي رسمتك؟ اكيد. تعالي نشوف رسمتك. بتول، اهلا. والله هاي نور شوي صغيرة بس حبيتها. بس هي الكاركاتير دائما بيعمل الاشياء بشكل هيك طريف اكثر. حبيبتي بتول، شكرا جزيلا لك. وشكرا لك نور على وجودك معنا. ان شاء الله كلنا نكون اكثر سعاده وايجابيه ان شاء الله. ومباشره انا وياكم والمشاهدين